السلام عليكم ورحمة الله، أخوكم محمد من قناة كندا 902. اليوم موضوع مهم جدا 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 لكل شخص مهتم بالهجرة لكندا أو إعادة التوطين في كندا. عملت شوية بحث على الإنترنت وجبت مقالات وروابط، كلها جمعتها برابط واحد راح أتركه بصندوق الوصف تحت. لكن قبل ما نبلش بالموضوع، في ديسكليمر بسيط أو ملاحظة بسيطة. أول شيء، أنا لست مسؤول عن المعلومات المقدمة أو تواصلت مع شخص وطلب منك مصاري وما بعرف شو وما وآخر إشي ما جاب لك هجرة. أنا بتكلمت بفيديوهات سابقة على أنه ما في شركة أو محامي أو حدا بيقدر يفيدك بهالموضوع غير شغلتين: لما الحكومة الكندية تختارك أو المفوضية تختارك، هم الناس هذول بس المسؤولين عن اختيار الملفات والهجرة لكندا، غير هيك هاي مواضيع نصب. النقطة الثانية، أنا مجرد طالب في كندا وليس بيدي أي سلطة للهجرة أو مساعدة ناس سواء بمالياً أو قانونياً. أنا ما بقدر أقدم للناس سوى المعلومة اللي بسمعها أو القوانين اللي بتطلع جديد بكندا بخصوص الهجرة فقط لا غير، ما عندي غير المعلومة أساعدك فيها. لما الناس تبعث لي على صندوق الرسائل الخاص: أنا عائلتي كذا وكذا، أنا محتاج ماليا، أنا مصاب وأنا مريض صحيا إلى آخره، الله يشافيكم والله يعافينا والله يفرج عنا جميعا يا رب، لكن أنا ما بيدي شيء. برجع بكرر، أنا ما بيدي شيء غير المعلومة اللي بقدر أفيدكم فيها، وإن شاء الله تكونوا تستفيدوا. الفيديو اليوم هو عبارة عن مثل ما ذكرت عدة مقالات من الانترنت من هون ومن هون، جمعت الروابط كلها بمقالة واحدة، هي معلومات عن الهجرة لكندا، أنواع الهجرة، زائد روابط التقديم لكل نوع من أنواع الهجرة. أتمنى أن الموضوع يكون مفيد لكم، وياريت مشاركة الفيديو لكل الناس، أصدقاء أقربائك، لحتى تعمل الفائدة. وإذا عجبكم الفيديو ياريت تحطوا ثمز أب أو لايك وشير وسبسكرايب، والسلام عليكم ورحمة الله.